comeback to son show. Allez l'anglais. Allez. Tu sais ce que tu veux dire? Allez, regarde, j'ai pas assez de. Ma crainte, c'est de dire en italien. Italien. Ça là. Bienvenue dans The Show Store. كيارا ادوز ياسين صافي يا كيارا ياسين شنو البلان ديال المضادر المشرتين في الفيديو كليب؟ بالنسبه للمضادر اسامه عطاني كل شيء ملي ندبر عليهم واشفرهم ولا ما نعرف قال لي هذا الشيء ديال الوالد ديالي انا خديته درت هذاك الشيء كامل لا سلام كل هذا اللي عطيتهم لك صاحبي ماشي ملي دخلنا صاحبي شتيهم فوق البيغ وتقول لي عطيني هذا النضاره نطيح بهم التغيير اشوف عندنا يا زين اشوف انا شوف شكون معنا شكون اسامه مرحبا بك اسامه الله يحفظك مرحبا بي يا خويا يا كنت ديتيني تغادي بهذاك عزيز نيف وحامل بالتوام عزيز شوف شوف نقول لك شوف انت عندك الموتور انت ما كيديماريش عندك هذاك الحمار عندك بالعشيه ما كيديما كون كنا في الصباح نجيبك معايا اخويا واش شريت حماره صاحبي كون علمتيني البارح باللي نشط الطريق مع الجوج الليل تلقاوني عندكم اخويا ما عرفتش كيعجبك في هذاك عزيز لونه داير بحال لون سله شوف عزيز خونا راه هو اللي غادي يتزوج لك بكياره واخويا انا ما بعتش من كياره نهرس ومركبت هذاك غادي من كياره شكون الكياره شكون كياره هو اللي غادي يمشي عند الطاليان ودار عليها الاغنيه وتا هي غدير عليه اغنيه وكيعرفها فاز زعما ولا غير في كيعرف اكيد دابا كيعرف عرفها في كيشاطي معاها في الفيديو الاجتماعي هادشي اللي عرف عرفها في انستغرام وهي بغاها هو بغاها وهي بغات ولكن ابونات ليه وتابونا ليه في انستغرام ويعجبني فيه عندك لانيف وسنانك سنانك لا حسبات لك سنان لا سنان يا خويا قالت لي سنان عندك مالهم دايرين بحال ما هكا كاع عاوجين قلت لها معصبين قلت لها خاصني شوف اليوم غدير شي لايف ولا درتيه البارح؟ لا درتو البارح غنديرو غدا ان شاء الله كدير نهار اه نهار لا عرفتي عزيز اش كيقول لي طلاني حابس شوف الناس بزاف كي متبعينك وعائلات راه الدراري هنا متبعينك والله يسهل عليك اخويا وعاودت لهم عليك كل شيء والله يسهل عليك اخويا بغينا نشوفوك من الحلومه يا خويا غير شراب 460 ودابا شوف الواعره هي حلومه 41 راه مع 40 وانا كنلبس 44 خاشيه بالزز والبسه والبسه خويا عندك هذيك رجل صبعك الكبير قد رجليا كامل الله يسهل عليك اسامه وان شاء الله الله يخلي لك عائلتك اخويا واخا ما ديتينيش لاغاديو اخويا راك عزيز عليا الله يسهل عليك شوف الله يسهل عليك الله يحفظك الوالدين الله يحفظك شي اخويا وحق الله العظيم كداو مع واحد الدغيتار ربعه الصباح البارح من سويسرا وجيب داك ليا وقال لي من الناس اللي داروا معاك المزيان قلت لي هذاك داير معايا واحد المزيان اللي ما كيتعطى لا بفلوس لا بهادي لا بقيتي داير معايا شي حاجه اللي ما يقدر يديرها حتى شي واحد وخصوصا بنادم يكون مشهور عنده نيفو طالع بحالك اخويا وحققتي لي الامنيه وركبتيني في طوموبيل اخويا في هاد الضوايا الله يخليك شوف اسامه كما قلت لك اخويا اللي عجبني فيك اخويا انت واحد الانسان اللي باغي راه دابا حيت الناس بزاف تيقولوا راه وصل راه دار الفلوس راه شراو ليه بارطمان انا اللي مشيت عنده راه باقي اسامه واسامه قسما بالله اسامه واسامه ودابا يلاه كيبيع البيض باش يخلص من دراسه وكيتقاتل باش يخلص من دراسه ديالو وخاصكم تمشيو عنده للدار باش تشوفوا هذاك الشيء راه باقي اسامه هو اسامه حيت الناس غالطين بزاف كثرت الاشاعات ها هو دار الدار ديالو ها هو دار هذه راه باقي تينعس في الداري بس نقول لك من غير كل لاباس عليه ولينا عسنا موسية والبيت ديالو اول حاجه قال لي بغيت نصوفي دارنا بغيت نصوفي راسي الله يسهل عليه وهذوك الناس اللي غالطين راه ما كاينه لا بارطمان لا هذا راه باقي اسامه واسامه خويا ياسين الله يحفظك ودابا انا كي دابا انا فغادي وياك كيسمعوني الناس كاملين كيسمعوك الناس كاملين اخويا والعيالات كيتصنتوا كلشي حضي راسك وانا اخويا واحد الميساج بغيت نوصلو للعيالات ديال حي مولاي رشيد كنجي نبيع عندهم البيض اخويا اقول لهم ما يبقاوش يعزوا لي البيض الكبير ويخليوا لي الصغير والله شوف شوف ضروري شوف دير باك دير باك جوج بيضات كبار كدي معاك وحده صغيره ما عندوش ربع معاك وحده صغيره لا تخلص 360 كنبيع بها ب 12 شوف دابا انا عارف قسما بالله كي اللي غادي انا بالعكس مادام شافوك انا من الناس نشوفك وما كنعرفك زعما وانت نشوفك في انستغرام تكون دايز نتعاون معاك اخويا من حيت عارفك ماشي كتبارك في الدار وكنصدقوا عليك لا كتبيع وتشري على راسك
واي واحد بدا من ازيرو من هنا من البيض تبدا خدمتك والله يسهل عليك اخو. هذاك الشيء اللي كاين. الله يخلي لك الوالده والله يرحم لك الوالدين اخويا. راه راه واخا نعيا ما نقول لك اخويا الديسك طالع ب 3000 ريال كل ما بنتي قلتها لهم ما يديرش هذيك بوم. لا قلتها لهم قلت لهم قسما بالله 150 درهم وقلها ديال المونتاج. ديال اشتك 150 درهم 350 درهم بس سجلت في الاستوديو المونتاج مونطالي واحد دغيا فابور مسكين كيسكن في الازهر مروان. هو اللي في مروان مزيريره. مروان مزيريره مروان تحيه لمروان. واحد دغيا صاحبي صيفط لي 300 درهم قال لي تخلص في الديسك قال لي لا خليه عندك قال لي هاني احنا خوش وديسك طلع ب 3000 الوالده عطياني 1000 ريال وكانت عندي 100 درهم. وشوف اسامه اسامه اخويا انت دابا مرحبا بك في اذاعه ام اف ام نهار توجد شي ديسك جديد جي نسجلوه ليك وهو معنا سعيد وزكريا يضربوا لك كليب واعر مرحبا بك في دعاه. الله يحفظك الله يحفظك كل الدغيا اللي كتهضر ياسين عند الواتساب. اسير بعد ليا بعد ليا من السيكسور ديالي ما نقدرش باغي لنا والله الا باغي انا ياسين باغي نناقش معاه شي مواضيع اجتماعيه. قول لي نقول لها قول لي نقول لها قول لي نقول لها شوف ياسين بغاني في الفيديو كليب. شوف تتعطيني النمرة ديالك ليالا باش لما جاوبتينيش نسول عليك عليها. وا انت دابا باغي يجينا نتحاك وا هي هذيك انت علاش حكيتي معايا. الله يسهل عليك اسامة الله يسهل عليك اخويا. الله يخليك تحية لولاد الغفلات كتسمعوني من الراديو. دارتها لهم درت لهم ديديكاس درت لهم ديديكاس درت لهم درت لهم احسن ديديكاس لولاد الغفلة. الله الله يحفظك وتحية العمراني اللي كيبيع الحوت وهشام الحلاق وحمود السيكليت والمنافسين ديالك صحاب البيض. لا واصحاب البيضة ما تخممش انا عندي حدود هنا ديال حي مولاي رشيد شادهم اجرب لك حتى واحد 12 ريال خيط. والله يسهل عليك دابا انا عاتي باش معروف بحي مولاي رشيد كنقول لهم عاتي اش كنقول لهم ها هو البيض ديال كيكا ديال العصير ديال المرقاد. طلعني باغا ندير بلان طلعني باغا ندير بلان زعما باش يتزاد. اسامة نسولك قبل ما تمشي دابا من مورا الكليب البيض ولا كيتباع ياك؟ دابا انا خويا حابس مع الكوارنتين. احنا عندنا في الطاليان كنقولوا كوارنتين انتوما في المغرب كتقولوا الحجر الطاليان. انت واش في الطاليان؟ انايا انا زعما زعما الطاليان ديالك واش في درب الطاليان في بورغون ولا طاليان طاليان؟ الطاليان ديال الغفله ديال الحي مولاي سكر ونص الطاليان الطاليان ديال الغفله كمل. البيض العيالات كيبقاو يتعزلوا البيض الله يسمح لهم مني كاع كيهرسوا لي البيض كيبقاو يتعزلوا بزاف يعني كتكون تقدر تتعادى ولا شي لعيبه وعندنا الدار الوالدين شويه كبار ما بغيناش بصح كانت عندي الخلاص ديال المدرسه هاد الايامات ما فهمتش شويه قاد الحلقه هادي قلنا والله ما نغيحوا. والله يسهل عليك شوف انت ما فهمتكش انا البيض كياخذوا من عندك العيالات تدوا على العيالات. راحت عيالي توجد طلعني 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 واكل بيضة قدر ويدة واكل بيضة قدر ويدة وفايزي تبيع لهم وفايزي ناصرية كي هبطوا يجري انت كتقول لهم اكل كتقول لهم ولدي هبطتيني من الطوات يا اسامة وانت بارك عليهم اكل بيضة قدر ويدة وباغي تبيع لهم بيضة قد الوقيدة وملي كتقول لي هاد البيضة صغيرة كنقول لها وخالتي و12 هي الكبيرة. الله يسهل عليك شوف راه كيما قلت لك وصلت لهم ميساج ديالك اخويا بانك راه باقي انت هو انت دابا فلوس مدرسه واحل فيهم حيت الناس غالطين بزاف اخويا. والله يسهل عليك اخويا اسامه. اخر حاجه جايه بعدا انا كنحشم نبقى نشكر فيك والله. لا خوك انا يا اخويا وقلت لك انا خويا صاحبي كاع الناس اللي كيعيطوا لي من الطالي انا صاحبي كاع الطاليان كتعرفك دابا اكيد عاتي هذاك الشيء اللي درتي والله يا اخويا صعيب بالله هذاك ملي عطيتك هذاك الشورط مقطع بموس ولبستيه وعطيتك نضاضر كاملين مشرطين ولبستيهم ودرتي لي الشيفور اخويا بحال وما راه صاحبي راه انا غشيني ذاك النهار فاش بغيت نقول لك راه حشمت بقيت كنتردد. لا قلتها لهم اشوف احسن لقطه عاود لهم هذيك ديال اللي هربان ليه بغل ولا ما عاد حمار. فاش كنت انا عزف الكاروسه وكنا هابطين ديك الهبطه ويجي عند واحد خونا عنده واحد الهوندا وياسين صايق ويوقف عليه قال لي واخويا باغي نسولك واش ما بانش لك شي بغا طالع من هنا هذا انا كنت نتفقع بالضحك كيفاش هاد البلاد واقف انا قال لي والله مشيت واخويا ويقول لي الله يعاونك اسيدي ما عرفوش والله ما عارف وانا واقف انا تندير فيديو كليب ويوقف علي واحد قال لي واش بالك واحد البغل هنا ثلاث ايام وهارب خويا مشوا واقف اسامه هذاك راه بغى يقلق لك باش يدير معاك كليب تا هو اسامه والله وما عرفوش واحد اللحيه تا هو انا وياسين حاشاكم حدا البركاته واحد لحيجه تما هو يشوفه يبقى كيشوف فيه قال لي وسبحان الله
والله انت كتشبه للصالحي. وقال لي ياسين قال لي وسبحان الله كل شيء كيقول لي واحد راه توش مغادي وكيتلافت. تيتلافت شويه توصل لي ويجي عندي ويقول لي والله حتى ياسين وما تهناش بقى غادي وكيتلافت شي بتاع يوير راه ندوك ليه والله يا ياسين الله يسهل عليك انت اخويا ونشوفك الفوق فوق اخويا اسامه وكنشكر هاد الناس اللي استضافوني مرحبا اسامه اسامه اخر حاجه دوي معايا ياسين بالطاليانيه شكروا بالطاليانيه حنا عارفين اللغه ياسين فولين غراتياس تو تشي بير كويستو كويستو سو جيستو كي باري كون مي و كويستو سو جيستو ام بوبانتي بير كي كامبيار لا ميا فيتا يقول على انه جد سعيد بتعاون مع ياسين سينزا صور كان يستعين بكروسته لتسجيل فيديو كليب الله يسهل عليك انت ونشوفك الفوق الفوق اخويا وشوفني في الطالي انا اخويا ياسين ما باغي الفوق الفوق علي وسام الله يسهل عليك اخويا الله يسهل علي وسام الله يحفظك لا لا اختك يا ميلي يلا توتو بوست توتو بيني الله يحفظك